بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذي تعتبره خاص نفس هو الذي جانب الإيمان، رفض الإيمان، تحايل على من أراد أن يحصل على شيء من الإيمان. يصدون الناس بأموال وأقوال وتهديدات وخرافات وادعاءات، وأصحابه كانوا أصحاب معارفين وغيرهم اللي يبحث عن الإسلام وحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان صدوك عنه. لو شاعر لا قيمة له، يقول شاعر وكاذب ولا يحقق ما يقول، وما شاعر مجنون وكذا وكذا وكذا. لكن توهمكم باطلة لأنكم أهل باطل، ولا يمكن أن يكون في شخصيتكم أي ريحة حق. نحن أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، احنا أمة الحق، ووعد الله حق، ووعيده حق، والوحدانية الربانية حق، والألوهية الربانية حق. احنا نؤمن بالحق، واللي يرفض الحق رأسه يتشق بالهموم النازلة، الهموم التي لا حصر لها ولا قلق و بانيك ولا عياذ بالله هلع، وانهيارات في آخر المطاف، وبعد يهبط به اللي يعاشر به إلى قبر يكون فيه من اللظى، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يصف هذا القبر بالنسبة لهؤلاء الظالمين أنه قطعة من النار. مش احنا روضة من رياض الجنة، بل هو جزء من النار اللي خلقها الرحمن. ما لا عظام تقلي بعد منكر نكير، يبقى حتى البعث هو في العذاب المبين، عذاب المحروق. وقلنا لكم كم من مرة ابحثوا عن معاناة المحروقين المكذبين اللي متنطعين المعاندين، والسلام على أمة لم تترك هذا الدين، بل تريد بكل جد وحماسة تحقيقه في حياتهم. فهنيئا لكم وهنيئا لنا أهل القرآن، لأننا نتغذى من مأدوبة الرحمن، والسلام علينا بالتمام.